صباحية صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. يوم جديد وحلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنوانه مكتب المعلومات المركزي في السعدون، الدائرة المعنية بإصدار بطاقة السكن للمواطنين في بغداد. رح نطلع على إجراءات المعاملات في هذه الدائرة، بعض الانتقادات بعض الملاحظات تسجل على هذا الموضوع، لذلك راح نكون مع المسؤول ليحدثنا عن إجراءاته، وبنفس الوقت نحاول نشوف المواطنين المتواجدين ضمن هذه الدائرة لإتمام معاملاتهم ومراجعاتهم إذا كان عندهم أي ملاحظات. برنامج بلا عنوان هدفه يسلط الضوء على أي ملاحظات وانتقادات ينقلها المواطن إلى المسؤول من خلال شاشة التغيير ومن خلال بلا عنوان، لذلك راح نكون يعني صلة الوصل اليوم بين المواطن وبين المسؤول في دائرة بطاقة السكن. أكو حالة هنا في قريبة علينا راح نتحدث معها ونشوف شعدها. حجية شلونك؟ عدين يا يم، فد وقتي لك. منين جاية حجية؟ من المعامل. ولا عدي أحد ولا عدي محود، وقعدت بخرابة مالت تينك، والله وكيلك ويت هذول نخيتهم وجاي بيتهم. جيرانكم؟ اي والله جيراننا والله. زين، شنو انت معاملتك؟ شنو عندك؟ على البطاقة السكن. اي والله. على البطاقة؟ اي على البطاقة، وانا أريد من الرجوع منكم ومن الله تطلعونها لي حتى ما بي امشي العالم يا بتنا. الله يعطيكم ورد اهل الحسن. الله يخليك. انت ما تقدرين تمشين؟ لا والله ما اقدر. ها؟ ما اقدر امشي. تمشي قوة؟ قوة والله. يلا محلولة ان شاء الله. ما الله وادي خذ لك بعد قلبي يا يما، الله يستر علي. يعني هاي الحالات الانسانية موجودة دائما في كل دوائرنا الحقيقة، راح نشوف شلون راح يتعاملون وياها في دائرة المعلومات المركزي بطاقة السكن في السعدون، راح نشوف شلون راح يتجاوبون ويطلعوا لها يكملون معاملتها، لأن هي مرة كبيرة بالعمر يعني وصعب عليها إنه تمشي، فراح نشوف هذه المعاملة شلون راح تتم. يلا حجية توكلي على الله، بصميني. يلا. هذا؟ يمه هذا يمه يمه. أنا ما أعرف يمه. دقيقة دقيقة. قلب. يلا يمه. هنا ما يخاف، هنا انا بصمي تسهيل امرك. الله وادي بعد عيني يا امي. الله يسلمك يا ام بصمي امي. يلا هنا أنا امي. عيني عيني صار. سياده العقيد، هاي الحالات الانسانيه يعني هاي الحالات دائما احنا تتكرر يوميا عندنا. نعم. كذا حاله توجيهات سيد الوزير وسيد اللواء توجيهات. ايش قد راح تطول المعامله وتستلم يعني تقريبا ربع ساعه يعني تستلم ان شاء الله. هم بركه ان شاء الله بركه. حجيه بعد ربع ساعه ما راح يطولون عليك. بعد عيني. وبرخنا حجيه. خادم الحسين بعد قلبي يا يمه، الله يستر عليكم، ترى كل شيء ما عدي وعلي وما اقدر اقول. ان شاء الله تمشين يمه. بعد عيني يا يمه. بركه حجيه بركه. ما الله والدي. يلا حجيه محلوله ان شاء الله. ان شاء الله محلوله. عيوني. إذن كان هذا هو يعني أول حالة يمكن في مكتب السعدون، مرأة كبيرة بالعمر تم إنجاز معاملتها خارج دائرة بسبب ظروفها الصحية يعني وعدم قدرتها أنه تمشي أو تتحرك، لذلك يعني إذا لاحظ هذا الموضوع الإنساني موجود دائما في كل دوائرنا، يعني أغلب دوائر وزارة الداخلية اللي زرناها واللي طلعنا على العمل فيها هذا الموضوع موجود، انه الكبار بالسن المعاقين كذلك يتم يعني معامله خاصه من اجل انجاز معاملاتهم. بالنهايه مثل ما قال السيد العقيد هم الخير والبركه يعني. سياده العقيد خلينا نشوف شلون راح تكمل المعامله. اول شيء جاء الحاسب. هذا الحاسب اول شيء. بارك. نعم. السلام عليكم. كبار السن الحجيه جوا السريع. السلام عليكم. عقيد عنان. شلون صحه سياده العقيد؟ حضرتك مدير الحاسبه؟ نعم. اجراءك كمدير حاسبه يعني من اول المعامله تجي يمك. نعم. فشنو اجراءكم اللي تتخذوه بالمعاملات بصوره عامه؟ نشيك المعامله الاسم. اول مره ديزر بطاقه سكن مستمسكاته كامله واطفاله على ازواجه كان ان شاء الله. نعم. وش قد تاخذ وقت عندك بالحاسبه المعامله؟ بس نشيكها بالحاسبه، تشيك اسم والده، عنده اصدار او اضافه، اذا ما عنده شيء ما تطول. ما تاخذ دقائق. وقت يعني؟ لا لا، اكثر من خمس دقائق ما تطول. نعم. هذه مره كبيره بالعمر ف يعني كبيره بالعمر، اجراءات بالاستعلامات
عندنا سيد العقيد نعطيها كارت يبصمها هناك ونجيبها احنا نقدر المعامله وعن طريق الاعلام. بارك الله بكم تسهلون امور الكبار والعمور والمعاقين ايضا يعني. والاكثر معاقين بالمنطقه ابو المكتب يبصمها من هناك. يبصم الكارت ويكتب تم حضور مشاهدة مثل الشخص وتجينا مفصول. هاي بالمكاتب اللي بالمناطق نقصد ضمن مراكز الشرطة. نعم. إذا بصمها هناك تجينا كاملة. إحنا كملها هناك إن شاء الله. وإذا جيبونها لها تظل بالعجلة أو بالاستعلامات إذا مثل السيد العقيد يبصمها بالاستعلامات ونكمل إجراءات. ما تقصرون. شكرا. شكرا لك. يا مرحبا. هذا أول إجراء يتم من خلال يعني دخول المواطن هو إلى الحاسبة الإلكترونية. القيود. نعم. إجراء القيود. نعم. وتدقيق المعاملة والواحد من المحرمين. نعم. وتدور على طريق تروح للضباط تدقيق المعاملات. تدقيق الأمن. وبعدين تصدرها. نعم. يعني قد ياخذ وقت الإصدار يعني من يدخل المواطن يعني للحاسبة؟ يعني تقريبا ربع ساعة. ربع ساعة يعني إن شاء الله ربع 20 يعني هالحوالي إن شاء الله يعني نتأخر إحنا. وإحنا بخدمة المواطنين. في حالة الزخم إحنا اليوم نلاحظ يعني العدد مو كبير عندكم المراجعين ويمكن بعدنا بساعات الصباح الأولى. ممكن نطول انه يوم كامل ياخذ وقت؟ والله ما تطول عندنا. حسب تجهيزات السيد الوزير والسيد اللواء محترم ما تطول عندنا المعاملات. يعني ربع ساعه بالميت ان شاء الله. نعم احنا راح نطلع ونشوف على سير المعاملات. نعم وهاي مثلا عقيد عمار. نعم السلام عليكم. شلون الصحه سياده العقيد؟ شلون الامور؟ عرفني بحضرتك وواجبك هنا أنا وظيفتك بال عقيد عمار يوسف حمدان لجنه النازحين. نعم. احنا واجبنا شلون نستنطق معاملات المراجعين. نعم. خاف احتمال نازح جاي من المحافظات الساخنه. نعم. لان عمود نشوفه اذا نازح ما نصرف البطاقه. نعم. بس اذا ماكو شيء اي مؤشر اي من عليه نصرف اي. تقصد اللي كانوا خلال فتره الارهاب واللي ايه؟ متواجدين داخل بغداد. ايه؟ بهذه الحاله اذا هو عنده بطاقه السكن مال محافظته. محافظته اي. نعم. لازم استحصال موافقه من المراجعين الاصليين. في حال انه يريد يغير محل السكن. محل السكن اي. الى بغداد. الى محل سكن بغداد. زين بهذا شلون يكون اجراءك انت حضرتك؟ دق بالحاسبه عندي قاعده بيانات. مال سكنة بغداد النازحين مناطق الساخنة من أنبار وصلاح الدين والنينوى ندقها بالحاسبة إذا اسمه موجود ما تنصرف البطاقة بس إذا اسمه ماكو أي شائب عليه أو أي مشكلة عليه تنصرف البطاقة حال حال المواطنين سكنة بغداد. شكرا لك. يعني السلام عليكم. راح نكون مستمرين داخل هذه الدائرة ونطلع أكثر على الإجراءات ونتحدث مع بعض المواطنين أيضا. سيادة العميد دائرتكم هسه احنا وين متوجهين؟ متوجهين الى مكتب السيد اللواء. نعم. ونرحب بكم احنا. نعم. مديرية مكتب المعلومات المركزي. هسه نشوف السيد اللواء مدير الدائرة. السيد اللواء مدير الدائرة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ اهلا وسهلا. شلون اخبارك سيادة اللواء؟ شلونكم؟ شلون الصحة؟ عرفنا بحضرتك. اللواء الحقوقي مؤيد عباس العقابي مدير مكتب المعلومات المركزي. تشرفنا بحضرتك سيادة اللواء. اليوم احنا في دائرتك اللي تهتم باصدار بطاقه السكن مكتب المعلومات المركزي راح نسوي جوله مع المواطنين ونتحدث وياهم. اكيد اكو ملاحظات واكو بعض ربما الانتقادات توجه الى الدائره فنريد نطلع عليها في حال موجوده ضمن المواطنين اللي راح نلتقي بها والهدف هو اكيد يعني ان تكون الامور ماشيه بالطريق الصحيح والاصلاح. موضوع الانتقادات احنا نرتاح له حقيقه كمؤسسات لوزاره الداخليه على اعتبار الانتقاد هو تصحيح مسار يكون من قبل المواطن او من قبل السلطه الرابعه الاعلام. احنا كلش نشكركم على زيارتكم لمديريه مكتب المعلومات لتبيين للمواطن الكريم ما تقوم به هذه المديرية من خدمة لجميع العراقيين كان يكون بالداخل أو بالخارج رغم أن قانوننا هو يشمل العراقيين اللي بالداخل ولكن حتى في الخارج يحتاج. موضوع بطاقة السكن اليوم مطلوب في كل المعاملات مطلوب في كل يعني يحتاج المواطن في كل حركة. طبعا بطاقة السكن مديرية المعلومات المركزية المديريات المهمة في مديرية الجنسية العامة على اعتبار بطاقة السكن عندما تصدر للمواطن يحتاجها بكل مؤسسات الدولة العراقية يعني مو فقط في مديرية الجوازات أو مديرية الإقامة أو مديرية الشؤون الجنسية وشؤون الأحوال
ولكن التربية، الصناعة، الزراعة، يعني أي دائرة من مؤسسات الدولة هي تحتاج باقة سكن المواطن. إذن إحنا راح نأخذ وقتنا ببرنامج بلا عنوان، راح نطلع على الصالات أو القاعات اللي بها انتظار المواطنين ونلتقي بالمواطنين ونتحدث وياهم. هو هذا المفروض أن يكون على مود حتى نشوف شنو الثغرة اللي موجودة اللي نحس بيها لأنه نحتاج إلى تغيير، راح نكون إحنا نقومها من خلالكم إن شاء الله. إحنا نشكرك مؤقتا وراح نرجع نلتقي نكمل الحلقة ويا حضرتك. شكرا شكرا. يعني هذه هي الصالة هنا لانتظار المراجعين اللي راجعون مكتب المعلومات المركزي. لذلك نلاحظ أنه يمكن العدد مو كثير، بعدنا بساعات الصباح الأولى، يعني قبل يمكن دقائق الدائرة فتحت أبوابها لدخول المراجعين، لكن راح نحاول نسأل أنه من المواطنين الموجودين. السلام عليكم. شلونك عمو؟ الله يعطيك العافية. شنو معاملتك اللي تسوي؟ والله تغيير بطاقة السكن. تغيير بطاقة. شنو موضوعها؟ من وين لوين؟ الحجية متوفية لازم أحولها باسمي. شلون باسمها؟ زين. وراجعت يمكن المكتب اللي ضمن منطقتي. مال منطقتي حولوني هنا. للحاسبة معاملتي بالحاسبة. زين. شلون تشوف هذا الإجراء يعني؟ والله هذا شوفه روتين وطبيعي ودي التجمع. يعني والله لا أعرفهم، أقول لك لا أعرفهم ولا يعرفوني، بس تقديم خاصة هذا الولد سوى شغلة ما سوى واحد. معه وقير راح ركض. لحظة اي سوى ما حد سوى هذا العقيدة. سوى شغلة وطنية وإنسانية. فشوفهم يعني شغلتهم معاملة سهلة ودي يسهلون ويا كل مواطنين. أنا لا أعرفهم ولا يعرفوني. الله شاهد. ايش قد بعد تتوقع راح تنتظر حتى تنجز معاه؟ والله صح لي، صح اسمي، صح يعني. اسمك هسه؟ صح اسمي. يلا توكل. يعطيكم العافيه. توكل. رحم الله والديك. السلام عليكم. شلون الامور؟ خلي قاعد. معاملتك شنو؟ اصدار؟ لا ناقل من الكويت لبغداد. زين، شلون شفت الاجراءات؟ لا الحمد لله وشكر ماكو شيء. بسيطه؟ طبيعي عادي. اي اجراءات دائره. ايش قصر لك قاعد؟ هسه ما صار لي خمس دقائق من اجيت انا. قال لي انتظر دقيقتين اكمل لك اياها. تمام. ممنوع. يعني هذه بعض الاراء. للمواطنين اللي موجودين هنا ضمن هذه الصالة، صالة الانتظار. راح أيضا نطلع إذا أكو تأخير أو أكو مشكلة لأحد المواطنين. السلام عليكم. وعليكم. شلون الصحة؟ شنو عندك؟ هذا كارت منطيك مال تسلسل المراجعة. أي نعم. زين، شنو الإجراء اللي عندك؟ والله الإجراءات سلسة يعني، مو بس أكو بعض الروتين هم مو بديهم يعني، هو السيستم الموجود هالشكل. بس نوبات كعوائل الشهداء لازم يكون تسهيل. نعم. لأن الوياي أبو شهيد نعم. إرهاب نعم. المفروض يكون فد امتياز، فد تسهيل. نعم. الروتين ايش تقصد بيه بالوقت يعني؟ لا هم الناس تعاملهم، بس يقول لك هذا عنده سيستم عمل يعني. هاي الدولة تريد أوراق وتريد مستمسكاتها. أخلاقية جيدة، الولد يستقبلوا لك كرحة بصدر، ما عنده مشكلة يعني. بس أنا أقول لك يعني أكو مسائل إنسانية يعني، لازم تكون لجنة للتعامل الإنساني. مثل واحد مريض أبو شهيد بس هو للعائلة. أظن موجود هذا الموضوع راح نسأل عنه. ايش تقترح أنت هنا كمواطن؟ يعني هم كخدمات هاي لا بأس بيها، بس ظلت مسألة يعني عوائل الشهداء والمرضى وكذا، تكون لهم لجنة خاصة يعني لتسهيل أمورهم. هاي لا راح نشوف هذا الموضوع ونسأل عنه أيضا أكيد. مستمرين نطلع على آراء المراجعين في دائرة مكتب المعلومات المركزي. السلام عليكم. السلام. شلونك اختي؟ اهلا وسهلا. شنو الموضوع اللي عندك اياه؟ لا خلينا. والله دام اشي بطاقه سكن والدي متوفي، دا اطلع الوالدتي ارمله. نعم. دام اشيلها التقاعد. هسه مدير مكتب المعلومات مال الدوره ما خاتم لي على الصوره، راح ارجع للمكتب المعلومات مال الدوره. يعني الغلط من مكتب المعلومات اللي هو ضمن منطقتنا. هو اللي مخاتم يعني، الغلط يمه. زين جيت هنا الجماعه ما قصروا يعني، دائره كلش يعني نظيفه. دا اشوف الوضع يعني كل زين، صار المعاملات كل شباك ما أخرنا، بس الموضوع أبو المركز غلط. سيادة العقيد، وين الختم المقصود؟ الختم هذا على هاي الصورة؟ هذا نعم، هذا جرد ميداني عوضاً عن تعيد السكن اللي كان سابقاً يحصل عليه المواطن من مختار المنطقة، وكان بعدة حلقات روتينية. نعم. فخلينا مكاتبنا اللي يقومون بالعملية تعيد سكن المواطن.
المواطنة الأخت والدتها هي اللي حاضرة، طبعا احنا قمنا لها بالواجب لأنه هي حالة إنسانية، كانت حالة مريضة وتركناها داخل السيارة ما خليناها ننزل، ووجهنا لها أحد ضباطنا اللي توجه لها ثبت بصمة إبهامها وحضورها بدون ما تدخل الدائرة. طبعا هاي حالة ثانية غير اللي سجلناها. لا لا، هذه الحالة هي نفسها حالة الأخت، يعني دعشي لك عنها، فثبت حضورها غير الحالة اللي صورتوها حضرتكم. اي نعم نعم، توجه وياها عقيد عندنا، وجهت لها ثبت حضورها أصوليا. دققوا المستمسكات مالتها، المستمسكات مستوفية رغم انه كان اكو بها بعض الامور اللي تجاوزناها للحالة الإنسانية اللي عندها. نعم، مثل ايش اللي هي ضمن القانون، يعني كان يكون مثلا عندها شهادة الجنسية مالتها قديمة كلش. نعم، يعني ما بدلتها الأخت مصورتها. هذا بس العطل بالمطار، بالإصدار بالمطار، هذا عندي الوصل موجود هياته، فقالوا لي انتظري 20 يوم. زين أنا قلت خل أطلع بطاقة سكن. هم يعني هنا أكيد راح يتعاونون السادة الضباط، أكيد يعني وضمن الضوابط. الغلط مو هنا، الغلط بمركز معلومات الدورة. طيب، يعني الجريد اللي مزودي هي مكتب المعلومات مكملي على حسب الاصول، لكن ناسيني ختموا بالختم مال الدائره. بس اريد اعرف هو المدير شلون ختم لي هنا العقيد مال المركز، شلون ختم لي مال مكتب المعلومات؟ يعني وما كمل لي المعامله وانطاني اياها وقال لي روحي كملي اخذي الوان. طيب سياده العميد، هو انا بس عندي استفسار بسيط، الصادر من يصدر هو صادر؟ لا لا، هو صادر. انا هسه راح اخذ الاجراء، انت حضرتك هسه اجيت بعدنا، احنا نتناقش ويا المواطن، احنا من باب التسهيلات راح نسهل لها الاجراء، راح نوجهه بمكتب معلومات الدوره يجي اللي يختم الهيال المعتمد مالتهم، يجي ياخذه يختمه، واحنا راح نروجها للحاله الانسانيه اللي. نعم، يعني اللي فهمته من حضرتك انه هذا الختم ما ممكن تمشي من دونه، فانت طبعا اكيد كل مستمسك رسمي كل شيء يصدر اللي على الصوره، مو شرط العصا هو اساسا ختم الدائره ما موجود به غير بس اختام ختم الشخصي، هذا ختم الاسم الشخصي. احنا هسه للحاله الانسانيه قلت لك عليها راح نسهل لها الاجراء ان شاء الله، وراح تمشي. راح نتصل بضابط المكتب ونتاكد من صدوره، ويبقى الختم احنا نخليه يختم الهيال. هذا الجانب الانساني اللي ممكن تقدموه. نعم نعم، واحنا هواي حالات انسانيه يعني يوميا عشرات الحالات الانسانيه، هي حسب توجيه السيد مدير الجنسيه العام وحسب توجيه لواء مؤيد مدير مكتب المعلومات المركزي، انه الحالات الانسانيه لها خصوصيه بعملنا اساسا. الحالات الانسانيه، عوائل الشهداء، عوائل الجرحى، احنا حتى عندنا منافذ اذا تفضل هسه تشوف. نعم، ان شاء الله خلال جوتك احد المواطنين يتحدث عن هذا الموضوع وايضا راح نتحدث عليه. بالضبط، احنا فتحنا عندنا نافذه للنساء خاصه، عندنا نافذه لعوائل الشهداء، شهداء الحشد الشعبي، شهداء القوات الامنيه، الجرحى لهم الاولويه الخاصه. نعم، خلينا احد المنتسبين اللي هو موجود هسه بقربي مسؤول عن الحالات الانسانيه استقبالها. نعم، عوائل العسكريين، الضباط، المنتسبين، كل فئه من هذه الفئات لها فت خصوصيه ولها باستقبالها وترويج معاملاتها لها افضليه. نعم، هسه انت اليوم توفر عليك هذا المشوار انه ما راح تروحين مره ثانيه وترجعين. اشكرك واشكر سياده العميد واشكر الدائره تعاونهم الموظفين كل البيئه لانه كلهم ساعدوني، ما قل ما تاخرت باي شباك. نعم، بس انا بدي اسال هنا العميد عمر، لان احنا موجودين وكاميرا، لو انتم دائما تشتغلون. هي دائما الحالات الانسانيه لها يعني في الطابع خاص. نعم، طابع خاص لها، تقدم مساعده، هي المساعده للحالات الانسانيه والحالات الشهداء والحالات العسكريين اللي ممكن تنجز، يعني ضمن القانون وضمن الضوابط ممكن تنجز. وهذا يعني فد اجراء، يعني اجراء لازم احنا نقوم به مساعده المواطنين. نعم، للتسهيلات. اذا يمكن معامله الاخت هنا هو صار فتسهو من المكتب هنا. نعم، سهو او استعجال. يعني همنا، يعني انتم من خلالكم همنا نخلي ينتبهون على المواطن، مو فقط بالدائره الرئيسيه يكون هذا التعامل الانساني، يعني همنا بالمراكز هناك بالمكاتب همنا شويه خلي يراعون المواطن، يعني ليش يخلوه يروح ويجي، تكون الامور اوضح، يعني ينتبهون اكثر. يعني هم من خلالك يعني لازم توجه رساله. ان شاء الله ان شاء الله احنا نوجه رساله للضباطنا، والكتب هي موجوده، الكتب تبسيط الإجراءات والكتب المتابعة ومتابعة السيد اللواء بهذا الموضوع، وإن شاء الله خير إن شاء الله. ما تقصرون أنتم أكيد. راح نكمل نلتقي أيضا بعدد من المواطنين. الروتين هو اللي بصراحة دائما يتحدث عنه المواطن، لذلك احنا نريد اليوم يعني نستفسر عن هذا الموضوع. الآن حتى عدد النوافذ هي اللي موجودة دائما تكون صح عادات كبيرة، لكن بالنهاية هي لإنجاز المعاملة بنظامية وتكون ضمن الضوابط والتعليمات والأصول، لكن حسب ما نشوف أنه هي مدى تأخذ وقت من ننتقل من شباك شباك. السلام عليكم، شلونك عمو؟ شلون الصحة؟ شنو عندك؟ شنو معاملتك؟ عندي معاملة رضيعتي عدها اسمه التغيير مال بطاقة السكن. نعم، من والدي إلى إلها. نعم، فهي قاعدة بالباب ما تقدر بس البصمة. نعم، أي
ان شاء الله احنا راح نوجه لها، نعم نوجه لها احد الضباط يثبت حضورها، نعم، واخوها يكمل اجراءات المعامله. طيب هسه هي المستمسكات كامله والامور كامله؟ كامله المستمسكات، طلعوا عليها هنا؟ نعم نعم. شنو الاجراءات؟ هسه ما طلعوا عليها، هسه لحد الان ما طلعوا عليها، يعني قاعده بالباب والاجراءات بس بصمه. الله يحفظك. هي اصدار بطاقه لاول مره؟ نعم، اصدار بطاقه لاول مره. ثبت حضورها، حضورها لازم تكون موجوده. طلع ضابط برا، حاله انسانيه برا، يبصمها يبصمها ويبقى اخوها يكمل الاجراءات الاجراءات وان شاء الله. يلا خلينا نشوفها ونحكي وياها همين نسولف. السلام عليكم. شلونك خاله؟ شلون الصحه؟ احوالك؟ ان شاء الله بخير. الله يعطيك العافيه. قريب انت زينه زينه بعدك؟ انا بعد ها بعدك بيش قوه وخيل ما بي بعد. ربي يحفظك يطول عمرك صحه وسلامه ان شاء الله. هاي شنو المعامله؟ مالي اشكاله هذه؟ هاي مال السكن. مال السكن اي الي. ليش محتاجتها بمعامله بشيء؟ ها لا والله ما اني يعني بس على الهاي التغذيه ما يعطوني اياها. ما تموينيه تقصدين؟ اي بالله. يحتاجون سكن اللي هي. زين انت ايش قصار ليش بعد ما عندك سكن؟ أنا لا عد والدي بس توفى والدي. 27 اليسرى حجي. هاي بعد عين. فهمك اليسرى. إي توفى والدي. نعم. إي هسه يريدون وحدة ملونة يا عيني. أسوي زين أسوي زين. هاي عيني أسوي زين. بعد الشباب. ما أعرف يا خالد. يا عشتي لك. يا بعد قلبي يعطيكم العافية. صحة وعافية إن شاء الله. الله يستر عليكم. بعد وحدة النوبة هنا. وعلى عويلكم. نعم. هنا يا عيني. إي عيني. يلا يا رب هذا مربك راح تكمل ان شاء الله على بعد قلبي. الله يعطيكم العافيه. يلا ان شاء الله تنحال. وخلال ايش قد سياده العقيد؟ خلال ايش قد؟ 10 دقائق الى 15 دقيقه ان شاء الله منجز المعامله. تنجز انه تنطوها الكارت؟ ننطيها موافقه احنا منها بدوره، بعد راح يراجع مكاتبنا الفرعيه حتى يصدروا له بطاقه السكن منها. اوكي احنا هنا المعامله ما تتجاوز عندنا فتره 15 دقيقه 10 دقائق مو اكثر. الاجراءات طبيعيه. نعم خاله منجز ان شاء الله خلصانه. بعد قلب الله يعطيك العافيه يا خاله. بعد قلب الله يستر عليكم. اي بعد يلا. نعم بس مشي ما اقدر انا مريض. لا ان شاء الله ان شاء الله. اي والله يا اخوي انا ما قصروا ما قصروا. الله يعطيكم العافيه يا عيني الصحه والعافيه. تدللين امي تدللين. يعني خلينا ناكد للمشاهد انه هذه الحاله الانسانيه هي جت بمحض الصدفه. يعني احنا كنا نصور ببرنامجنا وشفنا المواطن ما مرتبين اي شيء، طلعنا لها وشفنا يعني تعامل الساده الضباط هنا وياها. ما كان اي شيء مرتب ولا كان اي شيء يعني بالحسبان. كل الامور اللي بدنا ناخذها في برنامجنا هي التسلسل اليومي او ما يجري بالوقت بنفسه، يعني بدون اي اخراج وبدون اي ترتيب مسبق. راح نستمر ايضا نرجع للصاله نتحدث مع بعض المواطنين ايضا حتى نشوف ايضا ردود يعني ردودهم وملاحظاتهم. بعض المواطنين قبل شويه تحدث عن موضوع الروتين. سيادة العميد الروتين فعلا يعني في دوائرنا بالعراق قاتل. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني احنا ما نريد نكون دائما يعني ايجابيين ونتحدث انه ماكو روتين. لا الروتين موجود. شو وقت يكون اكو روتين؟ ببطاقة السكن. من يكون عندك زخم يعتبر روتين صار يأخر المواطن وياخذ منه وقت في انجاز معاملته. هي الاجراءات احنا كالاجراءات نفس الاجراءات الطبيعية والمعاملات اذا كان اكو زخم او اذا يعني ماكو مراجعين، نفس الاجراءات هي اللي تنطبق على جميع المواطنين. على جميع المواطنين مثل هي المستمسكات الشهاده والجنسيه، شهاده والجنسيه، ونقدر نصدر بها بطاقه السكن. نعم. يعني الروتين ما روتين بسيط ان شاء الله، هو ما يحددنا باشياء. عندنا يمكن هسه مشاهد يشوفنا بالبيت قاعد او يعني يمكن يكون متعاجز والله يروح يراجع بطاقة السكن، يقول هو ازدحام واطب فاليوم شنو نوجه له رساله اللي عنده معامله؟ شنو يعني شنو نقول له اليوم؟ تعال انجز. نوجه له رساله بانه هاي دوائرنا مفتوحه لكل المواطنين، مفتوحه لكل المواطنين، والاجراءات تبسيطات مبسطه بغرض منحهم بطاقه السكن. يعني المعامله تمشي بسهوله. اني خلينا همينا نشوف بعض المواطنين هنا اذا احد عنده اي ملاحظه او اي شيء. السلام عليكم. شلون الامور؟ شنو عندك؟ عندي بطاقه السكن. زين اصدار جديد؟ نعم. اكو تاخير اكو شيء؟ لا زين الحمد لله ماكو شيء.
انت تمشي المعامله بصوره طبيعيه. المعامله بس بعد يوم من اللجنه ما طالع. زين، ايش قد تاخرت حضرتك من دخلت الى هسه؟ صار لك وقت تقريبا يعني. صار لي ساعه. ساعه. وتنجز يعني تنجز خلال الساعه تقريبا؟ بعد باللجنه بس تطلع من اللجنه ان شاء الله تكمل. اللجنه سياده العميد، اللجنه اللي هي اخر مرحله اللي من خلالها تصدر الموافقه. موافقه، تصدر الموافقه من خلالها. نعم. تصدر الموافقه، يستلمها المواطن، يروح المكتب، مكتب معلومات المنطقة التابعة له. نعم. يصدر منك بطاقة، بطاقة سكن. نعم. تكون هي هاي النسخة النهائية، الورقية النسخة النهائية يستلمها منك. يستلمها منك بطاقة السكن. نعم. طيب مستمرين احنا نلتقي بالمواطنين، وبانتظار السيد اللواء ايضا اللواء مؤيد ان ينضم لنا ويلتقي بالمواطنين، او نتحدث ايضا اكثر على حركة المعاملة من بدايتها الى اخر شباك. أيضا راح نتحدث مع اللواء مؤيد. عادل يحيى. السلام عليكم. سيادة اللواء، هاي المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة يأخذ الموافقة المواطن ويطلع إلى مكتب المعلومات ضمن الرقعة الجغرافية مالته ويمنح بطاقة سكنية من ضمن منطقته. طيب هسه حاليا هذه هي الموافقة، هذا الكتاب اللي راح يأخذه المواطن. هذا المواطن ياخذه يروح للمكتب المعلومات المعني. تمام. واثق رشيد. واثق رشيد. واثق. ما واثق. واثق زين مرتب اموره، مطلع البطاقه الموحده. وهاي هم موافقه راح تطلع عليها بطاقه السكن. ايش قد طولت معاملتك؟ يعني بامانه من دخلت يعني بدون مجامله. ساعه تقريبا. ساعه من دخلت الى ان انجزت. ما كان اكو شيء عرقله ما كان يصعب والله. طيبين ان شاء الله ما قصروا. نعم شكرا. سياده اللواء، يمكن اثناء فتره وباء كورونا توقفت يعني انجاز المعاملات؟ احنا توقفنا على اعتبار هذا الوباء منتشر بكل العالم، وقدرنا ان يعني بعد ما انتهت تقريبا مو ازمه الوباء، وانما قدرنا نسيطر على مؤسساتنا من خلال الوقاية اللي تقوم بها وزارة الصحة، تعليمات وزارة الصحة والإرشادات اللي تقوم بها وزارة الصحة. قدرنا أن الحمد لله يعني احنا عندنا صارت إصابات في بداية الأمر، صارت عندنا إصابات بين المنتسبين ضمن المنتسبين. هسه الحمد لله يعني تقريبا مسيطرين على هذا. اللي حصل أنه توقفت أغلب الدوائر وخصوصا الدوائر الخدمية اللي تصدر هذه المستمسكات للمواطن، هذا بعد ما يعني تم استئناف الدوام الرسمي بنسب مختلفة طبعا كوزارة الداخلية، يمكن ادى الى زخم وضغط عليكم، فايش قد المعاملات العدد معدل خلال الايام الماضيه واليوم يعني؟ يعني الزخم اللي اكيد يعني تدري هذا التوقف يعني طال اكثر من 5 أشهر. صار عندنا احنا زخم، ولكن الحقيقه قدرنا نسيطر عليه من خلال فتح منافذ اكثر. يعني فتحنا احنا بالاطراف، يعني ما نخليه يجي للمديريه. مثلا هسه الولد اللي هسه اذا تشوفه انت جنب النصر والسلام، ابو غريب، المحموديه، اليوسف، فتحنا هناك. قدرنا نسحب هذا الزخم اللي موجود داخل المديريه. شنو الاليه عفوا؟ يعني هو اصلا الاصدار كبطاقه نهائيه ده يصدر من المنطقه اللي ساكن بيها، المركز اللي ساكن بيه. هنا فاجراءكم هنا تدقيق راح يكون. يعني نشوف المواطن هنا بالحاسبه ما حاصل على بطاقه السكن. ندقق الموقف مالته. ولجنة تبين هي تكون يعني المسؤولة على منح البطاقة السكن. هذه اللجان اللي موجودة عندنا هنا لجنتين. قلت لك بعد ما صارت هذا الوباء فتحنا احنا عدة منافذ، وستشوفها انت الشبابيك اللي موجودة يعني اكثرها شوفها فارغة، على اعتبار كان عندنا في بداية الامر كان عندنا يعني منفذين. كبطاقة هي بطاقة السكن بعدها تكتب بخط اليد؟ الحقيقة موضوع كتابة اليد في بطاقة السكن كان من المفترض أن تكون كتابة إلكترونية، ولكن الظرف الحاصل شحت الأموال لهذه المديرية، ما قدرنا أن نوصل إلى نتائج مع المراجع ان تكون بطاقه الكترونيه. يعني اكو اليه، اكو سيستم انتم جاهز عندكم؟ عندنا كامله كل الامور اللي تخص اليه بطاقه سكن. باقي الامور الفنيه يمكن؟ باقي الامور الفنيه ان شاء الله راح، الامور الفنيه كامله العفو.
الأمور الفنية كاملة، ولكن الأمور المالية هي اللي. طيب هم راح يجي يوم تلغي بطاقة السكن، خلص البطاقة الموحدة أغنت عن الجنسية وشهادة الجنسية. هنا يعني التغيرات الحياتية اللي موجودة اللي تكون عند المواطن بصراحة مل من كثرة الأوراق والاستنساخات. لا هسه احنا الحمد لله يعني هسه رفعت هوية الأحوال المدنية اللي كانت هم كتابة وشهادة جنسية هم كانت كتابة، لأن كنا رفعنا وصارت البديلة مالتها الموحدة. بطاقة السكن تبقى هي الأساس بمنح هذني المستمسكات. زين اكو مواطنين كثير اليوم يمكن ساكن بمنطقة بس بطاقة السكن ماله مال المنطقة القديمة. بالنسبة لهيك حالات يفترض على المواطن ان ما يتغير محل سكنه ان يخبر مكتب المعلومات خلال 30 يوم. بعكسها؟ عكسها طبعا تصير غرامات عليه ويكون مسؤول عن الموضوع. طيب اذا هو اصلا يعني مثلا ملك عنده ومنطقتين او يسكن بمكانين او ماكو يعني بطاقتين تصير الى ماكو بطاقتين لا ما تصير بطاقتين بطاقه واحده كان يكون ملك او ايجار. يعني يفترض بانه المواطن يعني يكون حريص على هذا الموضوع لانه يتعرض الى المسائل القانونيه. خلينا يمكن نتحدث ايضا نتمشى شويه ونتحدث على موضوع المحافظات. نعم المحافظات اليوم اللي يجي الى بغداد ويريد يستقر ببغداد. احنا بالنسبه للمحافظات الحقيقه كل مواطن من حقه ان يسكن في اي منطقه في العراق، كان يكون اقليم كردستان، كان يكون الجنوب، الوسط، فرات الاوسط، هذني كلهم من حق المواطن. عندنا تغيير السكن اللي يجي من المحافظات الحقيقه كانت فقره هي بها نوع من التاخير والصعوبات عند ما يكون اليوم يعني الحمد لله بعد ما بسطنا الإجراءات وعرفنا وفق الضوابط التعليمات توجيهات وزارة الداخلية معالي الوزير مدير الجنسية العام قدرنا أن نبسط الإجراءات أن منخلي المواطن. كانت المعاملة في ذاك الوقت كانت تروح بالبريد أكثر تأخذ وقت 6 أشهر تقريبا أكثر. اليوم اللي انتقل هسه قبل شوية أنا اكو احد الاخوه من الضباط عنده نقل من النجف، البارحة اعطيناه الموافقه اليوم جاب لنا اياها من النجف وكملنا عليها باليد باليد. ما نخلي يعني تدري البريد و يعني كان هو موضوع التزوير عندنا يقول لك خاف ينتقل المحافظه متخوفين من عنده. التزوير في حاله يعني لا سامح الله كان اكو نوع من التلاعب فهو يتحملها المواطن، فلذلك يعني كنا على قناعه بأنه تكون هي بدية معاملة المواطن نفسه هو اللي يتحمل بالنهاية هو يتحمل مسؤولية إذا كان في تزوير أو غيرها. إذا كان لا سامح الله فيها نوع من التزوير وأظن يعني وبعدين يطلع هو يطلع يعني هذا السيستم اللي عندكم اللي هذا السيستم اللي عندنا يطلع أكيد راح يكشف, إيه يكشف فلذلك ابتعدنا عن موضوع موضوع البريد وال والمعتمد وجدت هاي المعاملة خدمة المواطن وتسهيل عمله هو واجبه هو هذا هو بس هذا. بنفس الوقت احنا نقول على المواطن اليوم اللي يريد خلص يستقر في بغداد ويبدي بهاي المعاملة أول ما يبدي من محافظته أول ما إذا كان من المحافظات نعم أول ما يبدي ما عندنا أي مؤشر كل المحافظات كل اللي يرغب العراقي وين يريد يسكن كل المحافظات عندنا بس الحالة اللي الاستثنائية اللي تحدثنا بيها عبر الكواليس خلينا نقول عليها عندنا بس موضوع حالة النازحين والنازحين إن شاء الله عن قريب جدا أكو توجه بأنه هاي الحالة ترفع اللي كانت ظروف أمنية قاهرة في وقت ما في وقت ما اليوم ممكن أن نرفع هذا الحاجز اللي خصوصا بعد ما أظن يعني هسه النازحين رجعوا إلى محافظاتهم العزيزة الغربية كثير, كثير كثير إحنا عندنا 4 محافظات هي يالا نينوى صلاح الدين الأنبار والحمد لله الاستقرار الأمني موجود بيها اللمسات الأخيرة إن شاء الله ومن خلالكم يعني النازحين نتوقع أنه بالمستقبل يعني إن شاء الله من خلالكم راح هم يستمعون الصاحبين الرأي والقرار نعم. في هذا الموضوع أعتقد مسيطرين على الوضع الأمني اللي موجود في بغداد وباقي المحافظات وممكن أن هذا الموضوع يرفع إن شاء الله لأنه حقيقة موضوع النازحين هو يكون احنا في خط الصد تدري المواطن يريد له بطاقه السكن محتاجها كذا وهذه رفعنا بعض التقارير لهذا فيما يخص هذا الشيء وان شاء الله نشوف النتائج ايجابيه ان شاء الله. اذا هذه دعوه لاصحاب القرار
لموضوع بطاقة السكن وسكن النازحين اللي حاليا متواجدين أصلا في بغداد. هذه دعوة أنه كل أصحاب القرار يعني يا ريت يتم تسهيل هذا الموضوع ومنح بطاقة السكن للمواطن النازح في هو عراقي بالنهاية. أكو مؤشرات أمنية يتم التدقيق فيها، عنده أطفال، عنده عائلة يريد يسجلهم مدارس، يريد يدخل مستشفى، غيرها غيرها. فالنازح أيضا هو عراقي، لذلك صاحب القرار مهما كان رتبته ومستواه بالدولة خلي ينظر لهاي النقطة كحالة إنسانية، لأن بالنهاية هو مواطن عراقي غير سكنه بظرف قاهر، منطقته صار عليها هجوم من داعش، احتلت من قبل داعش، لذلك دعوة إنسانية أنه خلي ننظر بهذا الموضوع. سيادة اللواء العكس، من بغداد يريد ينتقل إلى محافظة أخرى طبعاً. كمكتب معلومات مركزي شنو دوره؟ طبعا أول ما جبنا التأييد من المحافظة اللي سكن بيها ومعاملة سلسة جدا، يعني بظرف دقائق تكمل معاملته المكتب اللي هو ساكن به، ترفع انه احنا نعطيه الموافقه وياخذ الموافقه ويطلع الى المحافظه، اي محافظه موجوده بالعراق حتى ضمن اقليم كردستان كذلك. طبعا اقليم كردستان هو جزء لا يتجزا من العراق، اقصد فنيا واداريا التعامل مع الاقليم بهذا الموضوع. الحقيقه موضوع الاقليم متعاونين جدا مع الاخوه في اقليم كردستان، هم ارتباطهم فني بنا واداري بمديرية الجنسية العامة اللي في إقليم كردستان. السلام عليكم. تفضل. أهلا وسهلا. أكو ملاحظة عندكم شيء؟ والله عندنا بس يحكي سيد اللواء الله يحفظه. السيد هذا ابن عم النقل من الديالة. ومنتسب. هناك لا يطوب بطاقة السكن ولا هنا يطوب بطاقة السكن، شلون بالحالة؟ سجل ضمن قاعدة النازحين. يعني شو اسوي؟ هسه كنا نسولف عليه ان شاء الله، موضوع النازحين ان شاء الله ينحسب نعطيكم خبر عنه. سيد السيد هويتك وين هويتك؟ عنده هوية مال النازحين. لا ما عنده. سيد ما عنده والله، صار هو منتسب قدم قاعد ببغداد. زين ما يقدر يروح لدياله بعد. هسه خلي حتى تكون على بينة. هذا منين صادر حضرتك؟ هذا صادر من دياله. عند ما يجي هنا يدق بالحاسبه راح نلقاه هنا مسجل ضمن قاعده الزميل المصور ضمن قاعده بيانات النازحين. فهذا الموضوع ما يخصنا ان احنا ك ما نقدر ابدا. هناك سقطوا بطاقه السكن وذبوها قرضوها ذبوها. انت حاليا مقيم في بغداد؟ في بغداد، ساكن بغداد ويريدون من عندي بطاقه سكن بالدوام يعني خلينا نقول منتسب عسكري. احنا بالنسبه لنا كبطاقه سكن ما نقدر نمنحك طالما مثبت في قاعده النازح. سياده اللواء اكو قانون واضح؟ هو ما طول مثبت بقاعده النازحين. خلي يجيني الاخ عقيد عمار. خلي تفضل. بس مساعدتك لا تقدر سيدي. احنا هذا الموضوع انت تقول لي ما عندي بطاقه مال النازحين، مستحيل تسجل بالحاسبه عندنا. تعال وين؟ لا استاذ، عفوا استاذ مو هيك، هو نقل من دياله بطاقتك سقطوها بدياله. بطاقه السكن تسقط يسحبوها. ما طول مسجل هنا. اي زين اجى نقلوه هاي باعني سيدي نقلوه. اللي مثبت عندكم قاعده النازح مع معناه شنو؟ نازح. سياده العقيد مال النازحين؟ اي دوله حدود النازحين. وش يستلم عليه؟ سياده العقيد تفضل. هنا مليون ونص. مليون ونص. وين وجبه الاولى وزعناها؟ شلون وجبه الاولى وزعنا مليون ونص. انا وزعت بغداد. لا بعمليات بغداد. احنا نقصد كاجراءات قانونيه. إيه؟ اكو إيه؟ اكو بند قانوني او اكو إيه؟ المحافظه لا بالقانون سوريا. لا مو من سوريا، هم نازحين داخل العراق. مو يمنا احنا بنحكي لك ممثلنا قياده عمليات بغداد يطوق يعني يحدثك كل شهر، مو تحدثون كل شهر يحدثونه. لحد الان بعده نازح. هسه انا صار لي تجي قد مسوي هذه، صار لي سنتين مسويها تقريبا، صار لي سنتين وجيت هنا وقالوا على السنه الجديده تفرمت الحاسبات. لا مو تفرمت. مو تفرمت. اصبر يا اخي. ما تفرمت. ما تفرمت. تبقى نازح الحين صدور قرار ماكو نزوح بعد. بهالحاله شلون نبقى هيك؟ ولا انتخابات. في انشاء قاعده البيانات. هاي التعليمات اللي احنا رفعنا مساعدتكم سيدي. يعني احنا خلينا نقول لكم على غير المنتسب. اي صحيح بحدنا. احنا بالنسبه للمنتسبين يمكن حكينا بيها. تحدثنا موضوع المنتسبين
المنتسبين وزارة الداخلية، الدفاع، الأطباء، الأساتذة، الجامعين، رفعنا بها احنا مذكرة. بس الأخ بلغني اللي ضابط الارتباط اللي موجود بيننا وبين قيادة عمليات بغداد اللي هي خاصة بموضوع النازحين بأنه راح ترفع إن شاء الله عن قريب. ها تبقى عندك المعاملة موجودة. سيد ثاني هذا اسمح لي سيد، هاي المعاملة ما راح تضل، تدري شلون راح ما ضل يمي؟ لأن أنا هسه عندي جنازتي مع الأطفال لازم أجددهن حتى على المدير يدون من عندي بالدوام. عرفت شلون سيدي؟ على مدار البطاقة مال 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 الموحدة ما أعرف شنو. وين نفوسك؟ أنا نفوسي ديالة. هيك باعتبار لازم راح آخذ كتاب أرجع لوين؟ لدياله. أرجع لك إياها لدياله وتبقى هناك بدياله. شلون؟ ما يصدق لي أبو ما نقدر نمنع بطاقة. بس بدياله ممكن يمنحون بطاقة؟ يمنحون. طيب أنت ما لا مختار يأيد له ولا الأمن تأيد له أنه هو ساكن هناك. بدياله. شلون بهالحيطة؟ المختار يقول لك ما ساكن أنت يمي. شنو أنا طلعت من يمي؟ طالع من يمي. هذا الموضوع يفترض تبقى أنت على بطاقة السكن اللي موجودة بدياله وعندك بطاقة مال عمليات بغداد. وين يا عمار؟ سيدي مال عمليات بغداد عندك. سيدي يفترض يعني سالم انت وين البطاقة مال عمليات بغداد؟ ها؟ بطاقة اللي اعطوك اياها مو مال المهجرين؟ مال المهجرين عنده عين. انت هي هاي عزيزي سالم كل اربعاء اروح لعمليات بغداد اسوي بطاقة النازحين. عندك الاف من هذا الموضوع. لك انت عندك بطاقة موجودة. عندي وين هالبطاقة اللي عندك؟ ما العودة. شلون ما عندك؟ مو العودة، ما نازحين. ما النازحين عندك، شلون اللي اثبت؟ كل ست شهور قابل تجديد. إذا سيادة اللواء خلينا بس هذا الموضوع اللي قبل شوية تحدثنا عنه، اللي تحدثنا ووجهنا مناشدة وحاولنا إنه تكون يوصل صوتنا إلى عمليات بغداد أو أي جهة رسمية بيدها قرار موضوع قاعدة النازحين. هذا الموضوع صار يؤرق المواطن. هذا الموضوع صار يوقف معاملات المواطن، الولادات، إصدار المعاملات الأخرى، أو أقصد إصدار الأوراق الثبوتية الأخرى، جنسية، شهادة جنسية، المراجعات الأخرى، يعني تسجيل أطفاله بالمدارس. هذا الموضوع يحتاج لقرار. السيد اللواء هنا دا يشتغل ضمن ضوابط. هذا الموضوع يحتاج لقرار من جهات عليا. فيعني يا ريت ينجز هاي الحالة. قبل شوية كنا نتحدث عنها وبالصدفة دخلوا إلى كادر التصوير وصار هذا الموضوع. فنتمنى الجهة المسؤولة يعني نشوف حل لهذا الموضوع، موضوع النازحين. بس انتظار النتيجة تطلع من قرارات فيما يخص موضوعكم. ماكو أي والله نعتذر جدا. أثبت حقوقه شلون؟ يعني راجع دائرة هذا رجع لدائرته. هذا الكتاب اسمح. لا 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 هذا الكتاب تبقى عندك انتهاء المعاملة لحد ما تصدر تعليمات على منح بطاقة السكن بخصوص النازحين. اي مراجعه عندك، اي مراجعه بكل مؤسسات الدوله؟ لا، هذه تبقى عندك، تقدر تستعين بها، ولكن عنده هو بطاقه قياده عمليات بغداد مطلقيه. زين سيد هسان بهيك حاله عنده مثلا جنازه يعني خلينا نقول ما يطلع لي على البطاقه اللي مطلق اياها مال النازحين. اكو بطاقه مطلق اياها عزيزي يعني انت سبت تحكي بيها. اكو بطاقه حتى بدي اوجهك حتى تصير عندك فكره انت. بس كتاب تعطينا من نرجع لدياله بطاقه السكن ما اريد يعني بطاقة ما اريد منها مثلا ارجع منها ارجع المنطقة اي ماكو مشكلة لان انا هسه ثاني حاجزين الجنازه مالتي الا جيب البطاقة السكن ما الحالة لا ماكو حجز والله العظيم سيدي ما حجز لا هناك مو هنا هو هذا بدي اقول له البطاقة اللي عنده مال النازحين مثل بطاقة السكن بس هو ما يحكي بها لا هو هناك من ينقلوها من بطاقه يسحبون بطاقه السكن مال ديالك لا مالي علاقه ببطاقه السكن انا دا احكي على بطاقه قياده نازحين. العمليات مال النازحين عنده بطاقه هذا هاي مثلا ليش بدك تحكي مو سيد مو احكي هسه احنا هي عندنا بالحاسبه هي موجوده بالحاسبه ما عندك اياها ضمن مستمسكاتك ما موجوده وياك ما شايلها وياك عندنا مثبته عندك انت بطاقه موجوده حتى بالحاسبه طبعا مثبته هسه تريد ارجع لك اياها لدياله غير الجليان. بهاي الحالة المواطن هسه راح تصدر له بطاقة السكن دياله. من دياله. راح نحاول أيضا قبل ما ختمنا ويا حضرتك نحاول نلتقي ببعض المواطنين أيضا حتى نشوف إذا كان عندهم أي مشكلة أو شيء. خلينا نشوف هذه عائلة. السلام عليكم. السلام. شلونكم؟ سلمى. ما يسمع؟ شلون الصحة؟ سلمى الحمد لله.
بطاقة السكن. بطاقة السكن. المن؟ هي للعائلة. للعائلة. إيه. شلون شو وقت جيتي؟ شلون شفتي الإجراءات؟ يعني والله تعب وهاي وإحنا أي. إيجار ما عدنا. آه. إيه. إحنا نحكي بطاقة السكن. بطاقة السكن هسه دخلتي مشيتي معاملة؟ اسمه؟ إيه جيت مشي لأن ما ندل. والله إحنا بالشوادر 38 مدينة الصدر. هو ما يسمع مو؟ إيه ما يسمع. بسم من؟ عماد كاظم عياش. شوف لي عماد كاظم عياش. علي. نعم. خلي يكملوها هسه. نعم. هسه نكمل لك اياها تدللين بعين. اذا كانت هذه جولتنا في مكتب المعلومات المركزي في بغداد بالسعدون لاصدار بطاقات السكن. الحقيقه تجولنا بين المواطنين وتحدثنا مع السيد اللواء مؤيد مدير الدائره. تحدثنا عن الإجراءات، تحدثنا عن عدة أمور، شفنا ملاحظات المواطن، وهذا هو هدف بلا عنوان. برنامجنا كل يوم في مكان ما، كل يوم عنوانه شيء، فاليوم كان عنواننا بطاقة السكن. نشكر متابعتكم ونتمنى أيضا تتابعونا على صفحة البرنامج أو صفحة القناة في الفيسبوك قناة التغيير، والتعليق بأي مشكلة أو أي ملاحظة لديكم على منشور البرنامج، وإحنا أكيد راح نتابع هذه التعليقات. في حال وجود عندكم أي مشكلة في أي دائرة في أي مؤسسة أي تعطيل، إحنا راح نتابع هذا الموضوع كبرنامج بلا عنوان، ونكون دائما موجودين وسباقين للتواصل مع المسؤول في حل أي مشاكل تخص المعاملات بالنسبة للمواطنين. شكرا لكم، وانتظرونا غدا في بلا عنوان.